بسم الله الرحمن الرحيم. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات والجمهور الكريم ورحمة الله وبركاته. في كل حركة تغيير وإصلاح في المجتمع والأمة هناك أحداث فاصلة ومواقف تحفر في الذكرى وتحديات كبيرة ورجال استثنائيون يرتبط اسمهم بحركة التغيير والإصلاح وتقترن ذكراهم بالأحداث والمواقف المحورية. ومن هؤلاء الرجال هو فضيلة الأستاذ المجاهد أستاذ الشعب ورجل البصيرة عبد الوهاب حسين، الذي يعتبر بحق من آباء الحركة التغييرية والإصلاحية خلال 30 سنة الماضية. ويمكن القول بكل ثقة إن توثيق حياة الأستاذ المجاهد ودراسة إرهاصاتها كفيل بتسليط الضوء على خط سير عملة التغيير والإصلاح في البلد. لقد عاصر فضيلته انتصار الثورة الإسلامية في إيران، فواكب المرحلة وعاشها وجدانا وعملا، فأسس في الظل مع آخرين نواة المدرسة الإسلامية الأصيلة في البحرين، واعتنى ببناء الكوادر وبناء حركة سياسية ذات إدلوحية إسلامية. تفهم العصر وتواكب التحديات، فكان يلتقي بالمثقفين والطلبة في العقد السابع من القرن الماضي، ويعتني بتربية الكوادر الناشئة، وينقل عنه بعض المقربين إنه تأثر كثيرا بشهادة آية الله العظمى الشهيد الصدر الأول قدس سره. ووجه الكوادر العاملة في الساحة بالحداد وتوجيه الناس نحو ذلك وعدم إخفاء ذلك تحت ذرائع الخوف أو التقية. كان يكرر فضيلته كثيرا للمقربين منه رغبته أن يقضي عمره في خدمة المشروع الإسلامي الوطني، فكان يرى ويعتقد بعمق إن الإسلام دستور الحياة ومنهج العمل في السياسة والاقتصاد وتنظيم المجتمع. وكان يكرر كثيرا إن الشهادة في سبيل الله هي أمنية الإنسان العاقل والعاشق لله سبحانه. ورغم ما عاناه فضيلته في طريق الله سبحانه وتعالى وطريق النضال من أجل الله ومن أجل الناس الكثير من السجن والتعذيب والمرض وفراق الأهل والغربة في مجتمعه، إلا إن لا أحد رأى واستشعر منه ضعفا أو تراجعا، لا على مستوى قول أو فعل. وكان يردد كثيرا إن الله يدافع عن الذين آمنوا ويرفض طلب العون والدفاع من أحد قريبا أو بعيد. لقد زهد في المواقع والمناصب رغم تمكنه منها وبسط يده عليها، فلا تكاد هناك مؤسسة إسلامية أو سياسية في البلد إلا وتصدر تأسيسها ودشن مشروعها، فكان ذوبانا في الله ومرضاتها والإخلاص له. يعرف الشعب حصيفا ذا حنكة ورؤية ثاقبة وعميق في الفكر وكيس في التشخيص وذا فكر استراتيجي
يعني بالحاضر ويخطط للمستقبل، وكان يصرح للمقربين منه إنه يستعنش بالغربة الفكرية، لأن الله كفيل بإظهار نتائج الفكر والعمل، ووظيفة العبد هي الإخلاص له وحده. إن هذا هو نزر قليل مما يصلح قوله عن خفايا حياة ودور القائد الشعبي الأستاذ عبد الوهاب حسين. وإن هذا الرجل العزيز على هذا الشعب سجين لظالميه الذين أذاقهم الخوف على عروشهم فانتقموا منه أشد انتقام، وهو يعاني اليوم من أمراض مزمنة قاتلة قد تؤدي لتلف عضوي أو شلل أو موت لا قدر الله سبحانه. إنه لا عجب أن يقضي أمثال هؤلاء الرجال حياتهم في البلاء الذين جرى على أولياء الله سبحانه، ألا إن المسؤولية الشرعية والوطنية هي في نصرة قادتنا المضحين المظلومين في السجن الذين يتعرضون لإهمال خطير وتصفية بطيئة. ومن هذا المنطلق فإننا ندعو أبناء شعبنا العزيز لحراك عام من كل من موقعه لتحميل العصابة الحاكمة مسؤولية سلامة الأستاذ المجاهد عبد الوهاب حسين وأخوته من الرموز القادة، ولكي يدرك الخليفيون المجرمون إن الأرض ستزلزل تحت أقدامهم إن تعرض الأستاذ أو أي من قادتنا الأسرى لخطر ما حق. نسأل الله العلي القدير أن يشفي أستاذنا عبد الوهاب حسين والرموز القادة، وأن يفرج عنهم بفرجه العاجل مع بقية أسرانا، وينصر هذا الشعب بنصره المبين، ويمسح على جراحنا، ويحمي رجال الله المطاردين من كيد العصابة المجرمة، ويرجع المهجرين إلى وطننا الجريح. تيار الوفاء الإسلامي 7 مايو 2014.